السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سنة الشيخ أنا كنت شفت رأي حضرتك في حكم التمويل العقاري. نعم. وإن شاء الله لا أريد أن ألقى الله مرابيا يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنا قاعد بالإيجار ومرتبي صعب جدا إن أنا أحوش منه وأقدر أشتري شقة بحر مالي. طبعا الايجار والاولاد ومصاريف المدارس، فده كله بيبقى مع مصاريف الايجار بيبقى صعب ان انا اشيل مبلغ ان انا اقدر اشتري منه شقه، والايجار طبعا كل سنه عن التاني بيرفع عليا. السؤال، هل انت تستطيع المعيشه وانت مستاجر للمنزل او لا تستطيع المعيشه؟ استطيع المعيشه. تحمل لوجه الله وان شاء الله يوسع ربي عليك، ظنك بالله حسن ان شاء الله. تمام. لن تقبل عليه ويبتعد عنك. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. تمام. شكرا.